أقدم 10 أمراض في التاريخ. مرض الكوليرا. بكتيريا الكوليرا تعيش في العديد من مصادر المياه حول العالم، وتزداد خطورتها في البيئة التي يتواجد فيها كثافة سكانية حول تلك المصادر، بحيث تساهم هذه الكثافة في انتشار المرض بشكل أسرع. ويعد نهر جانج من أقدم مصادر المياه التي تجمع حولها البشر، وهو سبب من أسباب انتشار مرض الكوليرا. مرض التيفويد. خلال الفترة من 430 وحتى 426 قبل الميلاد، اجتاح مدينة أثينا هذا الوباء الذي يسمى بالتيفويد، وساهم هذا الوباء في خسارة أثينا لمدينة سبارتا الشهيرة في الحرب البيلوبينيزية، محدثا فجوة كبيرة في الديمقراطية عبر التاريخ. مرض الجذام. بينما تعتمد الكوليرا والتيفويد على انتشار مباشر عبر مصادر المياه، فالجذام يتبع استراتيجية مختلفة، حيث يمكن لحامل البكتيريا الجذام أن يستمر في حملها لمدة 20 عاما قبل أن تظهر عليه أي أعراض، لينتشر المرض خلال تلك الفترة انتشارا كبيرا، وتسمى هذه الاستراتيجية بطريقة الخمود. وقد تم ذكر هذا المرض في ورق البرد الخاص بالحضارة الفرعونية في عام 1550 قبل الميلاد. مرض الجدري. يعتبر الجدري من الأمراض القاتلة، حيث مات من 300 إلى 500 مليون إنسان في القرن العشرين فقط. ويعتبر الجدري من الأمراض الجلدية والتي أصابت الفراعنة، وتم إثبات ذلك عن طريق أنسجة الجسم الخارجية للمومياء التي تم حفظها بسبب التحنيط. مرض داء الكلب. وهو مرض فيروسي معدي وقاتل يصيب الكلاب وغيرها من الثدييات، ويسبب الجنون والتشنجات، وينتقل للبشر عن طريق اللعاب. وقد ذكر هذا المرض في دستور حضارة بابل. مرض الملاريا. وهو يصيب 300 مليون إنسان كل عام، ويقتل منهم مليونا على الأقل سنويا. وأحد الأبحاث تعتقد أن مرض الملاريا مسؤول عن نصف وفيات البشر منذ العصر الحجري حتى الآن. وتمتد جذور هذا المرض إلى عام 2700 قبل الميلاد، حيث ذكر أول تعريف له في إحدى الحضارات الصينية. مرض الالتهاب الرئوي. من الصعب تحديد تاريخ نشوء هذا المرض، لأن أنسجة الرئة لا تعمر كثيرا بعد الموت، وبالتالي الأدلة على تاريخ هذا المرض تحديدا غير معروفة، ولكن لا شك أنه يعود لحقبة ما قبل التاريخ. مرض السل. في عام 2008 اكتشف مجموعة من العلماء مدينة تسمى أليتيام، كانت مغمورة تحت التراب على سواحل دولة فلسطين، وفيها وجدوا بقايا أم وطفلها، وأظهرت عظامهم أدلة واضحة على إصابتهم بمرض السل. وتأكد الأمر بعد فحص الحمض النووي الخاص بهم، ويقدر عمر هذه الآثار ب9000 عام. مرض التراخوما. وهو مرض بكتيري مزمن ومعدي يصيب العين، ويسبب ظهور حبيبات في جفن العين، ومع الوقت وحك المريض لعينه باستمرار قد يصاب بالعمى. وقد ذكر هذا المرض في أوراق الباردي الخاصة بالحضارة الفرعونية، ووجدوا أيضا آثار لهذا المرض في استراليا التي تعود إلى عام 8000 قبل الميلاد. حمى الجبال الصخرية. الميتوكوندريا جزء حيوي يمكننا أن نجده في كل خلية حية في جسم الإنسان، وتقوم بدور هام لبقاء الإنسان، وهو تحويل الجلوكوز إلى وحدات طاقة، وهي تحمل جينات تشبه في تركيبها لبكتيريا حمى الجبال الصخرية. ويعتقد العلماء أنها قد تكون سبب وجود أكثر الكائنات فتكا على وجه الأرض. شكرا لحسن استماعكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل اللايك والشير.